انطلقت فعاليات معرض السليمانية الدولي الأول للسياحة بحضور محافظي السليمانية ورئيسة هيئة السياحة في كردستان وعدد كبير من التجار والشركات السياحية على أرض المعارض الدولية في طاسلوجا، وبمشاركة أكثر من 100 شركة محلية وعربية وأجنبية. عباس محمد والتفاصيل. بمشاركة محلية وعربية وأجنبية انطلقت في السليمانية فعاليات مهرجان السليمانية الدولي للسياحة بنسختها الأولى لتنشيط الواقع السياحي في المنطقة والاطلاع على آخر الخدمات المقدمة في هذا الجانب. اليوم هذا المعرض الأول العالمي في السليمانية، شفنا تنظيم عالي جدا، تستمر 4 أيام بمشاركة براندات عالمية وشركات عالمية من خارج العراق ومن داخل العراق ومن داخل إقليم كردستان. راح يصير هناك تعاقدات وصراحة هناك تبادل خبرات، وإن شاء الله نتأمل أنه تكون هناك يعني تعاقدات عمل على المستوى السياحي في جميع محافظات العراق وفي إقليم كردستان. وضرورية ضروري يعني مثل هذه المعارض ضرورية لتطوير السياحة، لأن السياحة توفر مصدر دخل عالي جداً. شركة أطلس الأصيل تنظم الدورة الأولى لمعرض السياحة في مدينة السليمانية، والمعروف مدينة السليمانية مدينة سياحية وفيها الحضارة، والقصد من تنظيم هذا المعرض في دورته الأولى للسياحة لتطور السياحة في مدينة السليمانية. وقد شارك في هذا المعرض عدد لا بأس به من الدول الأوروبية والعربية والمحلية من المحافظات العراقية وأقليم كردستان. طبعا مدينة السليمانية تحتضن هذا المعرض الكبير الدولي لتطور السياحة في مدينة السليمانية، والقصد من الشركات المشاركة لدعم هذا المعرض وتطوره في كل المجالات السياحية على هذه المدينة العظيمة. المشاركون في المعرض أكدوا أهمية هذا المعرض في الكثير من المجالات لما له من تأثير على الحركة السياحية في السليمانية وما تنتجه من حركة عمل في السوق. اليوم احنا مشاركين بمعرض السياحة الأولى بالسليمانية، وإن شاء الله ينشط قطاع السياحي. احنا كشركة قرداخ للحج والعمرة والسفر والسياحة من زمن طويل مشاركين بهذا المجال، عندنا خبرة وعندنا كل شيء إن شاء الله في خدمة المعتمرين والمسافرين. اليوم شاركنا بهذا المعرض اللي خاص بالسياحة. إحنا كمتحف سليمانية إحنا نريد نجذب سواح بدرجة أكبر، لأن هسه إحنا عندنا زوار، عندنا يجونا أجانب من داخل العراق من خارج العراق من الدول المجاورة، بس مشاركتنا بهذا المعرض نريد نجذب السواح بأحسن طريقة، وذلك بعرض هاي المعروضات اللي عندنا. عندنا هاي النسخ الكوبي من القطع الأثرية الموجودة عندنا، ونريد نجذب السواح إنه عندنا آثار كلش عريقة نعرضها بالمتحف. نحن كفندق روتانا الشركة الرائدة بمجال السياحة الموجودة بالعراق بكافة المحافظات بالعراق، هلأ نحن موجودين بالسليمانية وكتير سعداء أنه نحن الراعي الرسمي لأول معرض سياحي هالقد كبير موجود بالسليمانية. السليمانية هلأ هي بطور التقدم بكافة القطاعات وخاصة بالقطاع السياحي، وهذا المعرض كان كتير مهم أنه يكون موجود هلأ. أنا برأيي أنه أكيد رح يفيد على كل الأصعدة، في كتير شركات مشاركة، في كتير أوتيلات، السليمانية لازم تاخد حقها بهيدا المجال، وإن شاء الله من تقدم لتقدم للسليمانية. وتعد مدينة السليمانية إحدى الجنات السياحية التي حباها الله من الجبال والسهول والمساحات الخضراء والمياه العذبة والأجواء الصحية والمناظر الخلابة التي تسحر الناظر وتلهم المشاعر لدى الشعراء، وهي إحدى مصادر الجذب السياحي الذي تتميز بها متجعاتها ولوحاتها المرسومة. عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية.